سلاح نووي في الفضاء، أو بالأحرى سلاح اللحظة الأخيرة كما وصفته أمريكا. عام 1967 وقعت الدول العظمى معاهدة تحظر نشر أسلحة نووية في الفضاء أو أي نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل حول الأرض أو وضع الأسلحة على أجرام سماوية. لكن في سباق التسلح اليوم، هل تم نقض هذه المعاهدة وانتقل السباق من الأرض إلى الفضاء؟ في الحقيقة، سواء الولايات المتحدة أو روسيا تسعى كل منهما إلى الهيمنة وعسكرة الفضاء وفق سياساتها وغاياتها، فالقوتان تخوضان صراعاً من أجل مصالحهما. لكن مؤخراً الولايات المتحدة زعمت أن روسيا تعمل على تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الاصطناعية متمركزاً في الفضاء، مهمته تعزيز قدرات روسيا الدفاعية لمنع أي تهديد مفاجئ للأمن القومي الروسي في الفضاء وعلى الأرض، وهذا في وقت تعتمد فيه أغلب الاتصالات العالمية بقوة على وجود الأقمار الاصطناعية في مدارات حول الأرض. المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الولايات المتحدة للكونغرس ولحلفاء أوروبيين تشير إلى أنه في حال أكملت روسيا مشروعها بتطوير قدراتها النووية في الفضاء، فإن سلاحها سيشكل خطراً مميتاً على رواد الفضاء في مدار منخفض، وسيؤدي إلى تعطيل الأقمار الاصطناعية العسكرية والمدنية الحيوية، وذلك عبر خلق موجات طاقة هائلة تؤدي لشل هذه الأقمار وإحداث اضطرابات شديدة في الحياة اليومية بطرق يصعب التنبؤ بها. هذا النوع من الأسلحة الجديدة يعرف من قبل خبراء الفضاء العسكريين باسم النبضات الكهرومغناطيسية النووية، ومن شأنه خلق نبض من الطاقة الكهرومغناطيسية وطوفان من الجسيمات المشحونة للغاية القادرة على اختراق الفضاء بسرعة فائقة تعطل الأقمار الاصطناعية التي تحلق حول الأرض. ليس هذا وحسب، فقد أسهبت أمريكا بتوضيح مخاطر هذا النوع من الأسلحة، وقالت على لسان أحد مسؤوليها لشبكة CNN إن الخوف الكبير هو من تواجد جهاز كهرومغناطيسي نووي في المدار يجعل أجزاء كبيرة من مدارات معينة غير قابلة للاستخدام، عدا عن أن هذا السلاح سيكون لديه القدرة على القضاء على مجموعات ضخمة من الأقمار الاصطناعية الصغيرة مثل ستارلينك وسبيس إكس التي تستخدم لتوفير الاتصالات والإنترنت في أماكن نائية. أما عن رد روسيا على هذه الادعاءات فقد كان النفي، وأنها تعارض بشكل قاطع نشر الأسلحة النووية في الفضاء. وبين اتهامات أمريكا ونفي روسيا، برأيكم هل سيبدأ عصر حرب النجوم وسينتقل سباق التسلح من الأرض إلى الفضاء؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.